النفسي او الدكتوراه دي كان سهل سببها بتسهل. سببها ان يظهر بشخصيه قدام العالم، ولا ان هو يعرف مهارات تانية؟ ممكن يكون بيحاول يعالج نفسه على فكره. في كتير من الناس، في كتير من الناس المضطربين من جوه بيروحوا يشتغلوا اطباء نفسيين، وهل هو يقدر يعالج نفسه يعني بهذا الاضطراب ويبقى عنده قدره؟ صعب جدا. طيب. لا طبعا صعب جدا. انا النقطة المهمة كمان اللي أنا عايز أخش فيها، فكرة إن هذا الشخص كان حد مشهور على التيك توك. يا دكتور دلوقتي إحنا عندنا مصيبة كبيرة جدا، كارثة، كارثة فعلا طبعًا. يعني الموضوع ده يعتبر مش هنقول طبعا كارثة طبعا. أولا الموضوع ده يعتبر مش هنقول طبعا كارثة طبعا. أولا خطورة إن كريم كان بيعلم لغة إنجليزية، وأنا شفت الفيديوهات بتاعته وهو كان شاطر جدا، شاطر وهو بيقدم، كاريزماتيك جدا وهو بيقدم، يعني كان ممكن حد من الناس تكتشفه فتلاقيه بعد كده ممثل مشهور. ففكرة ان يبقى عندك شخص بالخطورة دي وبيطلع لك على التيك توك بناتنا وولادنا بيعملوا له فولو، انا المفروض كأم اعمل ايه النهارده؟ اجنن ولا انكش شعري ولا اعمل، وانا لا املك ان انا اقفل عليهم التيك توك. النهارده الموضوع ما بقاش بيتفرجوا على فيلم، ده واقع. وبعدين المشكله ان هو ظاهر انه انسان طبيعي جدا جدا، عشان كده فانا حتى لو ابنه. اب انا حتى لو اب وبتفرج على ابني بيشوف حاجه زي كده مش هيجي على بالي يعني اقول له لا هو فائق الطبيعيه. جدا، وده اللي يخلينا نشك فيه. صح. بمعنى انه الشخص اللي بيجيب ورد لزمايله يعني في المدرسه، الشخص النموذجي ده ابتدى اشك فيه. طبعا ابتدى اشك فيه لانه شخص مش حي، مش حقيقي، ده شخص صان يعني مصنوع، هو عامل وش لابس ماسك يدعي المثاليه. عشان كده احنا لما بنشوف بني ادمين شديد الاتقان والدقه وبارد وهادي وما بينفعلش، ده الراجل ده خدوه علشان يمثل الجريمه، مثلها هرب من بارد، طلع جري ركب عربيته ومشي. ايوه قعد بس بعد كده رجع مثلها ورمي وما استخباش على فكره. ده راح في جنينه. ليه نام في جنينه؟ لانه في الغالب ما كانش نايم كويس. يعني هو البرود بتاعه، ولما اعترف على الجرائم بتاعته اعترف، يعني هم كاتبين كده بهدوء وبرود. هذا الشخص لو انا بعرفه شخصيا هلاقيه صعب الانفعال، لو انا بشوفه بتعامل معاه هلاقيه صعب الانفعال، وهلاقيه ما بيزعلش، وهلاقيه ما بيتنرفزش الا في لحظات خاصه جدا 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 ما بتظهرش الا للحميميين او المقربين. طب ردك وتفسيرك على ان الجيران بيقولوا انه مرة طلع من شقته بيصوت علشان خايف من فار، هما فعلا كده؟ ما هو ده تمثيل. انا بعد الفوبيا. يعني الجيران بيقولوا انه لقوه بيصوت وبيقول لهم فار جوه، حد ينقذني يطلعه. الفوبيا ملهاش علاقة قوي باللي احنا بنتكلم عنه، يعني الفوبيا اللي هو الرهاب. يعني الرهاب ممكن، انا ممكن يجي لي رهاب من حشرة وانا بحارب او انا بقتل حد، وهو بيشرح واحده بالمنشار. لان هو عنده رهاب. انا بالصدفه كنت بصور مع جمعيه لعلاج الادمان. اوكي. وكنت عايز اعرف انه هل فعلا مخدر الايس او المخدرات الجديده دي هل فعلا ممكن توصل الانسان انه يلغي تماما عقله، ان يبقى عايش في عالم تاني خالص لحد ما يرجع تاني للواقع ويكتشف ان هو مش واخد باله او ناسي او مش عارف هو عمل ايه. فعرفت ان المخدرات دي اللي زي الايس او الحاجات المركبات الجديده دي كلها تعمل اخطر من كده وتعمل اكتر من كده. الشخص اللي بيتناول النوع ده من المخدرات وبيدمنه سهل قوي يرتكب اي جريمه. بس في حاجه يا استاذ سامح، الناس اللي بياخدوا مخدرات وبيرتكبوا جرائم بعد ما بيفوقوا منها بيرجعوا لطبيعتهم. صحيح. وكمان الناس اللي بياخدوا هذا النوع من المخدرات وبيرتكبوا جرائم بتبقى جرائم عشوائيه. صحيح. زي الواد اللي شفناه كده في السويس ماسك سكينه وماشي دخل يقتل في الناس. بالظبط. الناس اللي بياخدوا انا تصوري ان المخدرات نقلت المستوى بتاعه البارانويد الى مستوى القتل. ده كريم؟ لكن المخدرات مش هي الدافع للقتل. مش هي السبب الاساسي. نقلت. نعم. مش هي السبب. حتى دكتور مش هي السبب المباشر. أنا لكن هي الباك جراوند. حتى الانواع الجديده اللي بتاثر اللي الكيميائيه اكتر. عارف حياتك بتتكلم عن ايه برضو كده. ما هيش ما بتخليش الشخص يبقى بارد وهادي يعني. ويروح يدي ميعاد وينزل يقعد في القهوه وياخد وقته ويقابلها اكتر من مره وبعدين ياخدها البيت وبعدين يقعدوا مع بعض وياكلوا وبعدين يبتدوا ياخدوا يعني. حياتك عارف مش قعدت مع ناس هو ناوي يموتها. انا قعدت مع ناس تعافوا بس مش من الانواع دي، من انواع تانية.
لما حكولي الطرق اللي كانوا بيألفوها عشان ياخد فلوس من اهله او من صحابه منتهى الذكاء. طبعا ان هو هياخد فلوس يعني هياخد فلوس طبعا، يقعد يدور على طريقه. يعني اي منحرف محترف في 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 الذكاء وفي يعني التحايل على الاخرين بحيث ان انت تصدقهم فتديلهم اللي هم اللي هو عايزه. اي حد نصاب يقدر يضحك عليك. صحيح. النصاب فيه ميزه عاليه جدا جدا بس مش عند الراجل ده، او يمكن تكون عنده انا ما اعرفش. النصاب عنده قدره على انه يعرف انت عايز ايه بالظبط يقوله لك.